مشاهدينا الاعزاء وين ما كنتوا وين ما انتوا، اهلا وسهلا فيكم في برنامج اهل رمضان عبر شاشه تلفزيون السلام. هالبرنامج المميز فيكم وايضا بكل الرعاه لحلقات هذا البرنامج سيره شهر رمضان الكريم. دائما وابدا كالحلقه الاولى التي قدمناها لكم عبر شاشه تلفزيون السلام في برنامج اهل رمضان، كنا وما زلنا نفتخر برعاية البحر الرزي الشرعي لبرنامج أهل رمضان. البحر الرزي الشرعي هي الفكرة والهجرة إلى الله التي بدأت منذ سنوات وما زالت حتى هذا العام، وإن شاء الله الأعوام القادمة هجرة إلى الله من أجل تعزيز فكرة اللباس الشرعي للمرأة المسلمة. البحر الرزي الشرعي طول كرم قرب الهوجي نزلة المسجد الجديد. البحر الرزي الشرعي عالم مميز من العباءات والدشاديش والجلابيب. البحر الرزي الشرعي في طول كرم دائما اسم رنان واسم يصلح لكل مكان وزمان. البحر الرزي الشرعي لا يمكن أن نصفه بكلمات، لكن دائما نحن يعني وأيضا إدارة البحر بإدارة أخونا أحمد اللي موجه له كل المحبة والتحية، أحمد حجازي اللي هو دائما بحب يسمع آراء المواطنين آراء الزبائن حول فكرة البحر الرزي الشرعي، حول العروض التي يعني تصل إلى عروض برأس مال القطعة المكفولة المضمونة، القطعة التي من خلال الفينش، من خلال كل تكاليفها، من خلال كل التصميمات، هي قطعة ذات جودة عالية وراقية. نثمن هذه الجهود في البحر الرزي الشرعي، هذه الفكرة إن شاء الله التي تتمدد وتتوسع لتصل إلى أكثر كل مناطق الوطن الحبيب. اليوم خلينا نستضيف أحد الزبائن اللي هي اليوم موجودة في محل البحر الرزي الشرعي في طول كرم، نتحدث شوي عن فكرة البحر الرزي الشرعي، العروض كيف شافتها، قيمة المنتجات اللي موجودة في البحر الرزي الشرعي، الفينش، حتى الأزرار أحيانا وبعض التفاصيل الصغيرة في قطع البحر الرزي الشرعي من عباءات ودشاديش وجلابيب. كل عام وانت بخير. انت بخير. أعرف عليكي؟ يعلى حبايب. أهلا وسهلا فيكي. اولا انت يعني واضح انك مش اول مره بتزور البحر الرزي الشرعي، وبالتالي احنا بدايه هذه الفكره، فكره البحر الرزي الشرعي هي الفكره التي هي ليس الهدف الربح، الهدف ان تعزز قضيه اللباس الشرعي هجره الى الله، وهي يعني سنه يحاول البحر الرزي الشرعي اتباعها كل عام. نتحدث عن الفكره، كيف شايفتي؟ فكره حلوه وبتجذب الناس، بتجذب يعني اي حدا يمرق في عرض، في موديلات حلوه، في شيء مرتب، طبعا راح نميل. طيب من ناحية يعني اليوم احنا بنعرف ظروفنا الاقتصادية الصعبة، ولكن البحر الرزي الشرعي مش أول سنة براعي هذه الظروف، من سنوات كثيرة والبحر الرزي الشرعي عنوان لمراعاة الظروف، قديش هذا مهم لكم كمواطنين كزبائن؟ كثير مهم، يعني بناسب أي وضع، يعني ناس معها ناس معهاش، يعني بتفوت بتلاقي قطعة مميزة بتشتريها، يعني أسعارها عادية مناسبة للجميع لكل الفئات. يعني باعتقادك انه العروض اللي بيقدمها البحر الرزي الشرعي هي تتناسب مع كافه فئات شعبنا؟ انا يعني تقريبا سنويا بفوت عليه، اول ما بفوت بشتري، بعدين بسال على السعر لاني بعرف اسعاره. يعني هي اسعار، واصبحت يعني العلاقه مش علاقه ماديه بقدر انه علاقه ثقه موجوده ما بينكم كزبائن وبين لانه بضاعه مرتبه، يعني اول ما تفوت بتلاقي قطعه هيك مبين محل مرتب مميز، بضاعته مرتبه. طيب نحكي عن القطع كقطع، يعني انت لما تشتري هون بتشتري جلابيب ولا دشاديش ولا عباءات بشكل عام؟ عبي وجلابيب. كيف بتحسي انه قطعه البحر الرزي الشرعي هي قطعه مميزه من حيث الفينش، الديكور، التصميم؟ من كله، القماشه بتبقى مرتبه، الشكل العام بتمسكها يعني حلو، بتلبسها بارده يعني شتوي او صيفي، كثير منيحه. بتحسيها بضاعة يعني مع الوقت، يعني جزء السنة الماضية اشتريتي، اليوم القطعة اللي اشتريتيها السنة الماضية نفس القيمة؟ نفس الشيء؟ أنا مش إني بعمل يعني عرض أو هيك لمحله، أنا فايته يعني صدفة ولقيتك، بس أنا فعلا بشتري من عنده وبضاعته مرتبة، صدقني يعني. طيب بدي منك رسالة توجهيها للتجار، يعني سواء أصحاب نفس الكار هذا أو نفس الشغل اللي بيشتغلوا أخونا أحمد حجاز في البحر الرزي الشرعي، أو حتى لإخواننا التجار في مراعاة ظروف الناس اللي بلشها البحر الرزي الشرعي من سنين. يعني راعوا أحوال الناس، يعني اجذبوا الناس لتيجي لمحلاتكم، في ناس كتير وضعها يعني مش كتير منيح،
أكيد أكيد إحنا بنقدر هذا الموضوع، بنقدر هذه الفكرة للعلم، وأنا بحب أحكيها يعني مش مجاملة. فكرة البحر الذي شرع هجرة إلى الله واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأهم تعزيز فكرة اللباس الشرعي. وأنا بعرف أن البحر الذي شرعي ما بيقصر، يعني خاصة إذا كانت فتاة أول ما بتتحجب أو إشي تيجي هون تأخذ الإشي يعني يدوب تقريبا مش دافع حق. مزبوط. والبضاعة فكرة مكفولة. هذا الحكي بتعرفيه ولا بتعرفيه؟ لا بعرفش إنه مكفول. لا مكفول. أنا لما بشتري بتضل بضاعة القطعة منيحة. تمام، شكرا كثير لك، شرفتي، اهلا وسهلا فيكي، شكرا كثير، وانا يعني بقدر عاليا كل اللي تفضلتي فيه. شكرا. مشاهدينا مستكملين معكم اكيد هذا البرنامج المميز اليوم برعايه كريمه من البحر الذي الشرعي، اللي شفنا قبل قليل احد المواطنات او احدى المواطنات التي تحدثت بكل فخر واعتزاز بفكره البحر الذي الشرعي، مش مجامله ولا حديث في الهواء. البحر الذي الشرعي فعلا يثبت لزبائنه بأنه على قدر المسؤولية، أولا في مراعاة ظروفهم الاقتصادية الصعبة، ثانيا بفكرته، الفكرة اللي هي مش فكرة مادية بحتة، هي فكرة من أجل يعني هجرة إلى الله. خلينا نستضيف أخونا أحمد مرة جديدة ونخلينا نتحدث معه عن بعض التفاصيل اللي ما تحدثنا عنها في الحلقات الماضية. كل عام وانتم بخير مرة جديدة. أنت بخير وصحة وسلامة، الله يبارك فيك، السلام عليكم من جديد، الله يكرمنا ويكرمك، ومساء الخير للجميع. اهلا وسهلا فيك، احنا سعيدين مره ثانيه انك تكون معنا في برنامج اهلنا رمضان. الله يبارك فيك. وانا كمان حابب اسمع منك ايش حابب تحكي لنا من جديد، خاصه فيما يتعلق في البضائع المعروضه، خاصه فيما يتعلق، انا سمعت في نفاذ لنمر كثيره. نعم، هذا اللي حصل معنا الحمد لله رب العالمين، الناس تفاعلت مع العروض يعني زي كل سنه، بس السنه لانه احنا موسعين الشغل في اكثر من منطقه زي ما شرحنا المره اللي فاتت، صار في عنا شوية ضغط على النمر في داخل المحل. الحمد لله رب العالمين الناس تفاعلت بشكل قوي جدا على العروض اللي احنا عاملينها. احنا حابين برضو نشرح للزبائن شوية عن البضاعة المتوفرة. احنا اخر شحنة وصلتنا هيك من كوب بتكون عنا البضاعة متكاملة، وحقيقة انه احنا بنرجع بنذكر الزبائن، بننصح جميع زبائننا على اساس انه احنا نوفيهم حقهم، وعشان ما حدا يزعل منا، حقيقه انه بدات البضاعه بالتناقص وبدات النمر بالتناقص. بننصح جميع الاهالي، بنعرف انه الظروف شويه عشان امتحانات المدارس، وبتعرف رمضان الليل قصير والنهار طويل، وفي مشقه على بعض من الزبائن، ولكن بدنا نيجي على يعني على بعض شوي على اساس انه احنا نكون على قدر المسؤوليه ونرضي زبائننا، تحديدا في محل يعني البحر في مدينه طول كرم. اللهم صل على سيدنا محمد. المره اللي فاتت في بعض من الزبائن تخربطت بالاسعار وهيك شغلات وكذا، احنا عندنا في طول كرم تحديدا عندنا الجلباب والدجداش، جلباب والدجداش 130 شيكل، العباءه وفي بعض من الدشاديش الآن هسه رح نشرح لكم عنها بمئة شيكل، الفستان عنا بمئة شيكل. بتمنى على زبايننا اللي ما بتواصلوا معنا ما يقوموا بالتأجيل، لأنه في كثير ناس قاعدة تتواصل معنا بدهم يجوا مثلا كمان يومين أو ثلاثة أو كذا، إحنا منخاف إنه ما نوفيهم حقهم وما تكون النمر متوفرة. الحمد لله رب العالمين في تفاعل كبير، إن كان هاتفيا إن كان على الصفحات إن كان في تواجدهم في داخل المحل، وإحنا بدنا نعطي كل زبون، أعطي كل ذي حقه، بدنا الجميع يطلع من عنا راضي. ومنعيد بنكرر البضاعة مكفولة الحمد لله رب العالمين، إحنا منركز على كلمة مكفولة لأنه كثير بصير بعض أحيان خلل، هذا شيء مش بإيدنا، إن أخطأنا منرد نعيد هذه الكلمة، إن أخطأنا فمنا، إن أصبنا فمن الله، والحمد لله رب العالمين. أنا حاب أشرح لك بعض شغلات تفضل عن بعض من البضائع. طبعا هذه القطعة احنا اتعاملنا معها العام، كثفنا فيها تطريز بزيادة، عملنا فيها احجام لعند رقم 12، هذه الميزة اللي صارت فيها القماش من بسبب نجاحها كعباي، بس زدنا عليها ثلاث نمر، هي زي ما هي. اللهم صل على سيدنا محمد. عندك هذه كثفنا فيها التطريز كذلك كدجداشي، وزدنا عليها الدانتيل، دانتيل تركي. طبعا هذا عشان نكون واضحين، احنا اجتهادات من عنا وتعديلات من عنا في مشاغلنا على اساس انه احنا نكون واضحين مع الزباين. طبعا الماركة كارمن، في شركات
متعاونة معنا، إحنا ما بنقدر نحط الأسماء تاعتها، بنحط اسم الكارمن، نشكر صاحب شركة الكارمن. في عنا اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى محمد السنة اتعاملنا مع البضاعة التركية الجاهزة كمان في داخل المحل، برضو حطينا لها الكارمن وهي قطعة تركية تركية. طبعا هذه بعتقد يمكن شافوها من خلال الفيسبوك إن كان عندي أو عند غيري، على أساس إنه إحنا ما نعمل يعني مشاكل للماركة، فلذلك إحنا بنحط ماركة الكارمن. المطرزات السنة دخلنا فيها ألوان بناء على طلب كثير من السيدات يعني في داخل المحل ومن زبائن المحل. عادة إحنا بنعمل أسود، بنعمل خمري، السنة دخلنا الألوان السماك، الألوان الأخضر، متداخلات الألوان هذه بتنسيق، هذه الألوان بتنسيق. طبعا الخيوط اللي احنا بنتعامل معها باذن الله تعالى خيوط نخب اول وكفلانينها، اي خلل احنا اصحابها. هون احنا دخلنا الدانتيل، دانتيل ناعم وخفيف مع مطرزات مع كومبالون بهذه الطريقه. طبعا هذا احنا عملناها السنه من اجل نعطي مجال للستات انها تتوضى، فهمت كيف، تقدر ترفع العباية في بدها تروح على متوضأ في داخل المسجد. فعملنا هذا الكم البالون، وفي أكثر من طريقة للكم على أساس أنه تساعدها في أثناء الوضوء، ما إذا كانت في سوق، إذا كانت مثلا زائر شغلة عملي من هذا القبيل خارج بيتها، نعطيها الحرية في التحرك في هذا الموضوع. هسا أنا بدي أعطيك، بدنا نعطي الميكروفون للسيد عبد الرحيم سيف اللي يكمل معنا يشرح لكم عن البضائع بشكل أوسع وبشكل أكبر، ما بين جلباب، ما بين فستان، ما بين دشداشي. هو عنده إلمام أكثر مني ممكن، لأنه هو الوجه لداخل محل البحر في الزي الشرعي. احنا يعني بنشتغل ككنترول للفروع ولزبائننا في اصحاب المحال الاخرى في المدن الاخرى. ف خلي الميكروفون مع عبد الرحيم، اترك الميكروفون مع السيد عبد الرحيم سيف. شكرا كثير لك، ان شاء الله تضلك كل سنه تطول. الله يبارك فيك، فرصه سعيده، الله يكرمنا ويكرمك. شكرا شكرا شكرا، واحنا اكيد سعيدين مع البحر الزي الشرعي، عبد الرحيم حبيبنا وصاحبنا وصديقنا. اذا يعني البحر الزي الشرعي من تالق لتالق، كل عام والبحر الزي الشرعي بالف خير. ولا مره ولا سنه وقف البحر الزي الشرعي عن الابداع ومواصله هذا الركب الجميل من عالم صناعه الدشاديش والعباءات والجلابيب. عندك كلام كثير، خلينا نعطيك الميكروفون، تفضل. كل عام، في بداية كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير، وأهالي فلسطين وأهالي طول كرم بألف خير وصحة وسلام. السنة مميزة جدا، السنة أسعارنا مش 140 ولا 150، السنة 130 و100، يعني وضع الناس كل ماله لورا. إحنا مع الناس وكل يوم إن شاء الله بنسعى للأفضل ولتوصيل سعر أفضل لزبون وقطعة أفضل وأنظف. نحكي شوي عن البضاعة. هاد جلباب دمجنا بين العباي والفستان والجلباب، فيه قطعة واحدة يعني تزبط لمناسبة، لعيد، لرسمي، لعمل، موظفة بتلبسه، طالبة جامعة بتلبسه، لمناسبة العيد بتلبسه، ما في أي مشكلة. اندمج فيه قماشتين زي ما أنت شايف، دخل فيه دانتيل، الزنار بكل سهولة ما بدنا نشيله بنشيله، وركز على القماشة مكفولة، يعني هذا الإشي ما أعتقدش في حد في طول كرم بيعملها أو بفلسطين. واضح إنها كثير يعني قطعة مرتبة من كل النواع. مش بس هيك، ألوان في منها أربع ألوان، ألوان صيفية، ألوان فرايحية. بنتمنى زبوننا اللي يحكي لنا هذا الحكي، مش إحنا اللي نحكيه، ما بدنا نهت في البضاعة، إحنا بنهت. أكيد أكيد، يعني رح نأخذ الزبائن وأكيد لهم رأي كثير ممتاز. على نفس القماشي، اللي بحبش حركات زيادة بنروح له البديل موجود. البديل موجود، حركات أخف، كلاسيك وهادي. منها ألوان. وسعره؟ سعر سألتنيش. 130 شيك. 130 شيك يا بلاش. الله يسعدك. عندك عدة شديش. هاي دشداشة للستات الكبار، لوالداتنا، لحمواتنا، اللي بحب يهدي حماته أكيد بيكسب أجر، تهدو تحابه جارته. 100 شيكل، 100 شيكل، مش مطلوب منه كثير. 100 شيكل أعتقد أنه مش هالعبء اللي عليه. متوفر بأربع ألوان، أسود سادة، أسود مع بيج، اللون النسكافيه واللون الأخضر. جميل جدا، وحتى النقشات الموجوده وضعنا حلو. يعني اهدي حماتك واحكي لها الله يربحك وخذ دعوتها، مش راح تخسر. يعني عندك هون مع دانتيل، هذا تعودنا على الشكل العباي، تخيل انه يعملوه بجلباب، تصميم مميز، لعبوا بالكتاف، حركه خفيفه، صار اثنين بواحد،
كلياته 130 شيكل متوفر بعدة ألوان. ما شاء الله ما شاء الله. طيب بشكل عام اليوم احنا او سمعنا من اخونا احمد انه في نفاذ في النمر، فانا انت كحدا الموجود في المحل زي ما حكى اخونا احمد واجهة المحل، شو بتحب تحكي للزبائن في ظل يعني الطلبات الطلب المتزايد وفي ظل النمر اللي قاعد بتنفذ؟ نحكي لهم اهلا وسهلا فيكم، محلكم الصغير هون واكيد احنا بخدمتكم، استعجلوا بالشراء، الايام القادمة حم، اجواء صيفية ما شاء الله، بس بدها بضاعة البحر يعني بدون كبرياء او بدون تفاخر، فعلا احنا غير اكيد زبوننا غير اكيد زبون البحر غير والبحر والبحر زي الشرع غير، ودائما يعني احنا بنحب نسمع كمان منك اي كلمه تحب تضيف. احجام عندنا ما شاء الله مكسات كبير، انا نسيت اورجيك، خليني اورجيك. ماشي يلا. هذا الجلباب طبعا بيجوا بدناش نحكي، الله يسامحهم الله يسامحهم، بيحكوا لك هاي القطعه بقطعتين مكلفتنا بزيادة، لا احنا بنحكي لكم القطعة سواء كانت طويلة طول زيادة عرض زيادة ب 130 شيكل احجام سعرها الاصلي، سعرها هو مش الاصلي، سعرها الاصلي جملتها 175، انا لما ابيعها 130 سعرها الاصلي بالسوق 250 شيكل. يا الله فالله يربحهم، 130 شيكل احنا مش خسرانين، كسبانين رضا الجمهور رضا الزباين والاهم رضا الله. الله الاهم رضا الله. عندك عباي مقاسات كبيرة انصحوا ايش اي مشكله، احنا الكل بخاف انه انا ناصح مش عارف اشتري، لا مقاسات كبيره موجوده متوفر، البحر وفر كل شيء، وفيش عند البحر باذن الله، بما انه الله معنا من كان الله معه فمن عليه، فاحنا مش خايفين مقاسات، استعجلوا لانه يعني شرفت على الانتهاء وكميات قليله جدا. شكرا كثير لك السيد عبد الرحيم سيف على كل هذه الايضاحات بما يتعلق في طبيعه البضاعه الموجوده لدى البحر الزي الشرعي، كما قلنا ونقول البحر غير وزبائن البحر الزي الشرعي غير وغير، واحنا بنعرف ومنتاكدين تماما انه فكره البحر الزي الشرعي هي اكبر استثمار لإلنا، ورضا الله في البحر الزي الشرعي اهم رضا، ورضا ايضا الزبائن ان شاء الله بيكون يعني اذا الله رضيان علينا اكيد بيرضوا عنا الزبائن، وبالتالي هذا يعني هدف كبير لإلنا في البحر الزي الشرعي. اذا الاستعدادات تمت والاستعدادات اصبحت جاهزه لاستقبالكم، النمر في نفاذ وانتم مدعوون لزياره البحر الزي الشرعي في طول كرم قرب الهوجي نزله المسجد الجديد. البحر الزي الشرعي غير وزبائن غير، اكيد البحر الزي الشرعي العروض المستمره التي لا تتوقف، وذلك ارضاء لله وايضا في ظل ظروف اقتصاديه يعانيها ابناء شعبنا. كل الاحترام للبحر الزي الشرعي، للاخ احمد حجازي، للاخ عبد الرحيم سيف، لكل زبائن البحر الزي الشرعي، ان شاء الله خلال شهر رمضان متواصلين معكم مع البحر الزي الشرعي في برنامج اهل رمضان، نتمنى لكم صياما مقبولا وافطارا شهيا.